وليه شعر من واحنا صغيرين الناس بتحاول تتحكم فيه. شعري كان عامل ازاي وانا صغير؟ وشعرك كان برضو كيرلي هير، ما كانش، كان منكوش. أيوة. ما كانش ستريت. كانش هو المنكوش versus ستريت، يعني دول الاوبشنز. ايوه. سالت نفسي where am I abusing myself؟ My hair. I was actually angry انه ازاي احنا اتقمعنا كل السنين دي، وازاي ان احنا كنا بنعمل في نفسنا كده طول السنين دي. انا كانت مشكلتي مع كيرلي هير بره البيت مش جوه البيت. It's about what hair represents for women in society, in our relationship to ourselves, in our relationship to our mothers. اختياراتنا مختلفة جدا عن اختيارات الأجيال اللي قبلينا